حتفرج ان شاء الله حتفرج والله غير الله يفرج عليه. هذا النزوح تقريبا رقم 8. طب ايش انا وين اروح؟ فهمني وين اروح؟ وانا كلهم اللي معي اطفال، فيش معي حدا يساعدني يقف معي، كلهم اطفال. هاي زي ما انت شايف، ها طلع، هاي واحد وهي واحد وهي واحد وهناك واحد. طب ايش اعمل انا؟ وين اروح؟ قل لي. والامتى هذا الكلام؟ يعني لامتى؟ يحددوا لنا مكان، يا بيقولوا لنا موتوا فيه يا احيوا فيه وخلصنا. والله هيك ما بزبط، لامتى البهدله هذه؟ اللي صار الليلة اتفاجأت والله، أنا قاعد بستنى في صلاة العشاء، بنتظر صلاة العشاء وإلا الصواريخ نزلن. أنا ما عرفتش كيف نزلوا وكيف راحوا، وين نروح وين نيجي، ما عرفتش بصراحة. يعني طبعا في الحالة هذه إحنا صابنا الهلع والخوف من اللي حصل، والنيران مولعة لحتى الآن، النيران مولعة رغم إنه المطافي إجت وطفت، ولكن على الفاضي. هاي انت شايفين كل اشي بعينيكم، يعني دمار كامل للمنطقة كلها هيتا. احنا الليلة متنا، هان متنا، شفنا الموت بعينينا للأمانة، واطفال اللي عندي كلهم اتصابوا. بعد هيك يعني احنا رايحين على مدينة حمد، وبرضو مدينة حمد يعني مش آمنة، فيها موت اكتر من هان، فاحنا مش عارفين وين نروح. اليهود قالوا لنا انه هذه منطقه امنه، طب ما منطقه امنه ليش ضربتوها؟ يعني احنا قاعدين بنموت، كل يوم بنموت، وبعدين كل نقله احنا بننقلها بتكلفنا حوالي 1000 شيكل، 1000 شيكل بس اجار مواصلات. طب انا من وين بدي اجيب؟ طب لامتى هيك يعني؟ لامتى اولادنا طيروا، اولادنا جبناهم. والله أنا رسالتي لأمريكا ورسالتي لجمعية الأمم المتحدة ولكل العالم إنهم يقيموا هذا الهم عنا وهذا الغم عنا، إلهم 100 سنة يقولوا لنا بكرة حل بعده حل. أمريكا بتدعمنا بالحمص والفول، وغاد بتدعم بالمتفجرات وبالبراميل وبالمش عارف إيش، يعني هناك المتفجرات وهنا الحمص والفول زي ما أنت شايف، يعني بيعطونا أكل وغاد بدعموا به. وإيش يعني لعبة واضحة صارت لكل العالم، لكل الأم. الصغير عندنا اليوم يسأل السؤال هذا بجاوبك عليه، الصغير طفل صغير يمسكه يسأله هذا السؤال بجاوبك عليه، وهذا اللي صار عندنا في أرض الواقع. زي ما انت شايف شرايط، يعني بنفكفك شرايط وبنفكفك زي ما انت شايف، فحال لعله وعسى نحاول نصنع لنا مكان نعاود ننقوي فيه ونقعد فيه ونستر حالنا فيه زي ما انت شايف بعينك على ارض الواقع. فالحمد لله يعني كنا عايشين وسكنين وقاعدين، فاجت زلزال هيك تغم المنطقه نار وحريق ولهب، والاولاد ما ضلش يعني ما ضل عندنا ولا اي شيء الا غير رحمه ربنا. هذا اللي صار معانا، يعني فوق السابع مرة صرنا نازحين من مكان لمكان لمكان. الصليب الأحمر ولا الهلال الأحمر؟ ما حد فينا عرف التاني. قعدنا يمكن فوق النص ساعة وإحنا بنفجر البنات النسوان تصوبن لحد أنا، وقعدنا نلملم في جروحنا ونلملم في حالنا، وجبنا اللي قدرنا نحصله حصلناه، واللي استشهد الله يرحمه. وزي ما انت شايف الان احنا قاعدين بننزح على مناطق اكود لعله وعسى يكون فيها الامن والامان احسن او افضل من هذا المكان اللي انت شايفه. وهيك انت شايف هان، وهيك شايف هان ايش بصير. واحنا نزحنا من بيت الله، يعني من حد ما قالوا لنا انزحوا واطلعوا، طلعنا وسمعنا لكلامهم لمناشيرهم، واليوم لا كلام مطبق ولا مناشير مطبقه، وانت زي ما انت شايف يعني البهدله وين ما جا. حسبي الله ونعم الوكيل.
احنا كنا هنا في نفس المكان متواجدين، كنا الخيام هنا قاعدين، ما استفقنا فجاه لقينا شيء بضوي صاروخ نازل علينا في نفس المكان، ما عرفنا وين نروح ولا وين نيجي، الدنيا ظلمه وما فيش اسعافات فوريه ما جاتش على طول. نتطلع مش عارفين اشلاء هنا وش مقطعين هنا ومكان شهداء هنا ومكان شهداء هنا، وهينا عمال احنا ننزح قاعدين بنلم باغراضنا مش عارفين وين نروح، ما فيش مكان ضايل امن حتى احنا نلتجئ له، مش عارفين وين نروح.